المغربي في أرينا كاستيلاو. مرحبا بكم فيديو جديد من قدام أرينا كاستيلا. واليوم غنتفرجوا في احسن ماتش غادي يدوس في الدوري البرازيلي. الماتش هذا غيكون ما بين فورتاليزا وفلامينغو. باش تعرفوا فورتاليزا في المركز الرابع ب 64 نقطه وفلامينغو في المركز الخامس ب 62 نقطه. واللي غادي يربح غيولي في المركز الاول. يعني غتبل بالماتش غيكون بلبل. ولكن علاش انا اصلا جيت؟ كيف كتشوفوا جيت بالتوني ديال المنتخب المغربي. التوني هذا عرفتوا شحال وانا كنقلب عليه، يعني ري شحفت عليه باش وصلني لهنايا. وبغيت ندير تجربه اللي هي غندخل بالتيران الا خلوني، الا ما خلونيش غندخلو بالتخبيه. المهم غندخل به وغنشوف رد الفعل ديال البرازيليين على فاش غادي يشوفوا التوني ديال المنتخب. واش غادي يعرفوه واش ما غيعرفوش؟ واش غيقولوا لي شي لعيبه؟ حيت دابا الاشكال فين كاين؟ الاشكال ان فلامينغو اللون ديال التوني ديالهم حتى هو احمر، واللون ديال التوني ديال المنتخب احمر. يعني يقدروا يشكوا فيه، يقولوا هذا راه واقيلا من فلامينغو. باش تعرفوا فلامينغو راه كاينه من ريو دي جانيرو، وفورتاليزا راه كاينه في فورتاليزا، حاجه باينه. المهم قضيه راه مبلبله هنايا، الدنيا عامره. كيبان لي اول حاجه غادي نديروها هي غنمشيو نقصيو شي لعيبه باش ما يجيناش الجوع، حيت غندخلو غنبلبلوها ضروري، غنعياو وغادي نجوعو. داكشي علاش غنحاولو نقصيو شي لعيبه قبل ما ندخلو. بديت مشيناكم قطيب ديال الفرانكو، ديال الفرانكوني، ديال الدجاج. الدجاج هو فرانكو، كتقولوا لي قول لينا كلمات برتغالية. وليسبوس اخدم غوردو. المهم راه غتبان لكم البير راه مورايا، راه ماشي ديالي، راه ديال السيد اللي حدايا حدا فينا غاكوفر. علي قول لي شي واحد في الكومونتيرات، هوت دوغ ما خديتوش؟ على قبل كاين شي واحد كيقول لي في الكومونتيرات بلي الهوت دوغ فيه الحلوف. سيشا هي سي بورتو. ها قالت لكم اسبوسا ماشي بورتو، انا في اللو كانوا كيقولوا لي ماشي بورتو ديال الدجاج. دابا انا ما بقيتش غناكلها باش ما نتصيد، حيت في اللو كنت كنسول كيقول لي ما فيهاش حلو. المهم الاصدقاء ناخذوها على الدجاج، ضربوا غندخلوا للتيران بالبلورا ولا رينا دابا على مالي الوقت. غيقلبونا غنشوفوا اول حاجه بعدا واش غيخليوني ندخل بهاد التوني هذا ولا لا. بنادم راه اصلا كيشوف فيه مع التوني في الاحمر كيف ما قلت لكم. الاغلبيه كيسحابني رانا، كيسحابوني رانا واقيلا من فلامينغو. مشكله ها دابا غندوزو التقلاب. دابا غيقلبونا يوريا، دخلنا بتون يوريا كونسيغي. Deixa eu levantar lá dentro. Uriá, Uriá. Que beleza, vai para lá o xixi, vai para o xixi. Aí com o xixi, um belbel.
Castella o la Steva. شوف واحد الكونتيناي مع الشقر رجع غنلقاه ولا ما غنلقاهاش، داكشي اللي غنكتشفوا دابا شوفوا واش غنلقاو البيضه مون امور. ها مساشا بيجو كاعيه كاعيه ما ربحاتش فرقتها، ولكن هاني هاني دابا الاشكال هو انهم خاصهم يبقاو في المرتبه الربعه الاوائل، حيت باش تعرفوا هنا كاين الكوبا ليبرتادوريس في حاله ما
الى تاهلوا ما بين الاولى والرابعه فراك تاهل ديريكتومون لدور المجموعات. الى كانت الرتبه الخامسه او السادسه فراك تاهل كوبا ليبرتادوريس، ولكن كيكونوا في الدور ديال التصفيات عاد كيدوزوا للمجموعات. فهمتوا الديكور كيفاش داير؟ والليبرتادوريس هنا في امريكا اللاتينيه راه مهم. الى باقيين عاقلين في واحد الفيديو راك تصورت لكم واحد الماتش في الكوبا ليبرتادوريس ما بين فورتاليزا وما بين بوكا جينيور. اللي باقي ما شافش الفيديو يدخل يشوف هذا الفيديو. هذا اللي عنده معكم راه كتعجبو الكره صراحه، تيران واعر، تيران بلبل كيف ما كتشوفوا ورايا، ناضي ناضي بزاف. يلا الاصدقاء يلا نمشيو نقصدوا البيضه مونا مون، نشوفوا واش باقا ولا الدواليل. هاي البيضه مونا مون. الطريق واش تكون ميسره ولا لا؟ باينه غادي نوحلو هنايا، ولكن ان شاء الله غتيسر غتيسر. بان لي احسن الله الاصدقاء، كما كتشوفوا مازال كنتسناو الدعوه عامره ديالو بصح كما هو متوقع، ولكن هانيه ان شاء الله غادي نوصلو على خير. كيف اللي غنسالي لكم البلوك هنايا كيف العاده، واحد اللايك سبسكرايب خليونا شي كومونتير زوين، وما كنعرفش ان شاء الله نوصلوا ل 50 كف اقرب وقت ممكن. راه بقى لينا والو، خصكم انتم ترجلوا معنا وبارطاجيو كيف العاده. الله تهلا ان شاء الله.